مرحبا بكم جدا في ضربة حرة في الجزئية الأخيرة من هذا البرنامج، وأرحب باسم المشاهدين الكرام بالمحلل الرياضي المعروف الكابتن عمرو أحمد حامد. مرحبا بك كابتن عمرو، مدرب السابق لنادي الجوز ومدرب القادم لنادي نقط نقط. طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. مرحبا بك أستاذ النذير، تحية خاصة، تحية خاصة لكل مشاهدين قناة البلد. بقول لكم أسعد الله نهاركم بكل خير. المدرب السابق لنادي الجوز، وحتى الان الوجهه لم تتحدد، بعض يعني الاتصالات، في كثير من العروض، لكن ان شاء الله يعني ممكن مساء اليوم تحسم الرؤيه ان شاء الله. بالتوفيق. عموما انت مكسب لاي فريق تتعاقد معه كابتن عمرو. كابتن عمرو، خلينا نبدا معك بدايه بالمنتخب الوطني. انا عارف اي محلل رياضي او اي معلق حيكون في الاول تواقي انه يتكلم عن المنتخب، خصوصا بعد انتصاره على جيبوتي برباعيه مقابل هدف، وان كان يعني منتخب جيبوتي ليس المنتخبات ذات التصنيف العالي في افريقيا. طيب اول حاجه بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على خلق الله. اول حاجه الواحد بيدي التحيه يعني التهنئه للمنتخب على الانتصار ده، بغض النظر عن الدوله اللي احنا لاعبين معاها، لكن نعم. هو في النهايه انتصار يحسب للسودان. جهاز فني بقياده برهان وكابتن محسن والطاقم المعاون قدم مستوى جيد في بدايه استهلال بالنسبه لهم في ظل فتره اعداديه كما هو متعاهد، يعني انه فتره زمنيه بسيطه، لكن المنتخب استطاع انه يحقق المطلوب في ظل ايضا توقف المنافسه، الخبرات التراكميه الكبيره، يعني عدد كبير من اللاعبين الوقع عليهم الاختيار، ودي دائما ما يبحث عنه برهان، ويختار العناصر اصحاب الخبرات، العناصر الجاهزه الممكن تصنع له الفارق، وكان لهم اراده في مباراه، يعني استطاع انه المنتخب حقق بها ممكن اقول لك نتيجه ايجابيه في اول استهلال، اللي هي نتيجه كبيره فعلا. جيبوتي ليست من الدول الكبيره من ناحيه التصنيف على المستوى الخارطه الافريقيه، لكن في النهايه هي دوله مشاركه في تصفيات، انتصارنا بيرفع من تصنيفنا على مستوى البطولات الافريقيه ومستوى الكاف، ودي واحده من الاشياء احنا دائما بنبحث عنها، تصنيفنا المتاخر بيكون واحده من الاشكاليات. حققنا المطلوب في مباراه، وهنالك ايضا مباراه اخرى. شكل الاداء ايضا كان جيد، يعني رغم انه المنتخب كما ذكرنا انه منتخب جيبوتي ضعيف، لكن احنا بنبحث عن نتيجه كبيره، واحده من الاشياء المهمه بنبحث عن تثبيت شكل العناصر، بنبحث عن الشكل المميز اللي هو بخلي انه هويه المنتخب تكون ظاهره بالنسبه لنا من ناحيه الاداء، من ناحيه النتيجه. في السابق ايضا قله احراز الاهداف كانت واحده من الاشكاليات، لكنك تحقق نتيجه كبيره باربع اهداف، دي برضو بنعتبرها واحده من الاشياء الايجابيه اللي ممكن يكون استفاد منها المنتخب، وان شاء الله يعني في المباراه القادمه ايضا يحقق نتيجه كبيره او نتيجه ايجابيه تدينا فرص كبيره في انه نحسن ايضا مره اخرى التصنيف بالنسبه لنا، تدي دوافع كبيره للمنتخب، ايضا فيها فوائد كبيره بالنسبه للاعبتنا اللي مش هيشاركوا مع الهلال والمريخ وهلال الساحل وفريق اهلي الخرطوم، العناصر المختاره في المنتخب على الاقل بيكونوا وصلوا ايضا لجاهزيه جيده ممكن تكون اضافه حقيقيه لهم في مشاركاتهم مع انديتهم. نعم، وممكن كمان برضه اتكلم شويه كابتن عمرو عن منتخب الناشئين واللي فاز في الاول على الامارات، خسر امام الجزائر، ممكن بعد قليل كمان مخرجنا يستعرض لنا التشكيله بالفيديو اثناء حديثك عن هؤلاء الشباب الصغار اللي ممكن في كلام ايجابي كثير عنهم، يعني اتمنى يحافظ عليهم للمستقبل. يعني هي طيب اول حاجه ايضا تحيه يعني كبيره لاخواننا في الاتحاد واخواننا في الجهاز الفني، استطاعوا انا بقول بكل امانه في فتره زمنيه وفروا كل المعينات لهذا المنتخب في فتره بتاعت معسكر، هذه الفتره تقريبا خلتنا جنينه ثماره بنتيجة أول كانت إيجابية، انتصارنا على المنتخب الإماراتي رغم الفوارق الكبيرة من ناحية الأكاديميات والمدارس ووجود منافسة بالنسبة لهم، إحنا دخلنا هذه المنافسة في ظل عدم وجود منافسة بالنسبة للناشئين، لكن الجهاز الفني بمتابعته الجيدة واختيار العناصر والمعسكر التحضيري اللي كان استطاع أن نوصل لتوليفة جيدة، أدانا تباشير من الأمل إنه منتخباتنا السنية متى ما وجدت اهتمام ووجدت احتكاك جيد بتقدر تحقق المطلوب. رغم المعوقات اللي ذكرتها لك، ابرزها عدم وجود دوري، عدم وجود دوري دي واحده من الاشياء، انت عندك دوري معناته بتقدر تختار افضل العناصر، بيكون وصل لمعدلات جيده، تلعب بعناصر من دون دوري، فدي واحده من الاشياء اللي بتخلي دائما يعني صعوبات بتواجه كل منتخباتنا السنيه، فاتمنى ايضا انه واحده من الاشياء اللي استاذ النذير انه الاتحاد يديها مزيد من الاهتمام بوجود منافسه حقيقيه للمنتخبات السنيه حتى يقدروا فعلا يكون عندنا اساس سليم لمنتخبات، يعني هذا المنتخب اذا حافظنا عليه ان شاء الله ومشى بصوره جيده في المنافسه ممكن يكون ايضا نواه مستقبليه لمنتخب الشباب وتدرج نواه لمنتخب المنتخب الاولمبي وبعد ذلك الى المنتخب الاول. عمل فني كبير استطاع كابتن محمد موسى وكابتن محمد ابراهيم انه يعملوه في هذا المنتخب،
بصمه تدريبيه ظهرت من ناحيه التنظيم. احنا دايما نتكلم في المنتخبات السنيه عمليه التنظيم واحده من الاشياء اللي هي بتعاني منها الاغلب اللاعبين، بيلعبوا بالفطره او بالحماس في ظل انهم ما عندهم منافسه بيلعبوا فيها، لكن يظهروا بهذا الشكل المميز من النواحي الفنيه دي واحده من الاشياء الايجابيه، يستطيعوا انه يوصلوا لمرمى الفرق المنافسه بتنظيم جيد بجمل تكتيكيه، دي برضه واحده من الاشياء الايجابيه، دوافع ورغبه لتحقيق انتصار برضه نواحي ايجابيه، دي كل هذه النواحي الايجابيه اذا استطعنا انه نحافظ عليها وعالجنا بعض السلبيات اللي هي بتظهر، ودي حاجه معدلات طبيعيه ممكن تظهر، لكن ممكن الجهاز الفني يقدر يعالجها، وان شاء الله يعني بمزيد من الاهتمام السودان قادر انه يصل، رغم انه معوقات كثيره لكن الخامه هي موجوده و المهارة الأساسية بالنسبة للاعبنا بالفطرة اللي هي موجودة، لكن مزيد من الاهتمام ممكن إن شاء الله نصل لأهدافنا. نعم بإذن الله تعالى. توفيق للصغار صغار جديان ومنتخبنا الأول صغار جديان، ويمكن كمان برضو نتكلم شوية عن فريق الهلال اللي هو بدأت معسكر التحضيري باكرا، فريق الهلال في ملعب الجوهر الزرقاء اكتفى بالتحضير المحلي يعني داخل السودان، باعتبار أنه حيلاقي فريق سان جيرو الإيثيوبي في سبتمبر القادم في بحر دار الإيثيوبية قبل العودة لمباراة الإياب في الخرطوم، وهو في فندرمان. هو طبعا عين محمد إبراهيم العليقي باشمهندس حيكون رئيس البعثة للسفر إلى إثيوبيا، والهلال يعني استقطب فريقين كبيرين كانوا عشان توكوتوكو الغاني وكذلك السيمبا التنزاني، ده فرق بتشارك في أطراف أفريقيا مباشرة وهي الفرق الأفضل على مستوى الدولتين، سواء كان السيمبا التنزاني في سيمبا في تنزانيا اللي هو الآن الفريق الأفضل في تنزانيا، ووصل طبعا فريق سيمبا زي ما شايفين في الصور بالأمس إلى مطار الخرطوم وبقيادة نجوم الكبار منهم أتارة طبعا للعب ضد فريق الهلال. واليوم طبعا حسب الجدول الموجود عندنا جدول المباريات، الهلال سيلعب أو لعب مع أشانتي كوتوكو الغاني، بينما سيلعب اليوم الأشانتي كوتوكو الغاني مع سيمبا التنزاني. دي مباراة اليوم طبعا ممكن دعوة للجمهور الرياضي الكبير اللي ممكن بعيد عن الهلال ممكن شاهد هذه المباراة، مباراة تعتبر كأنها في أبطال أفريقيا بين أشانتي وسيمبا التنزاني عند 7 مساء في ملعب الجوهر الزرقاء، بينما يلعب الهلال آخر مباراة تحضيرية في هذا الجدول يوم 31 يوم الأربعاء أمام سيمبا التنزاني. وحسب حديث قبل قليل حازم محمد سكرتير اتحاد برشلونة أنه عندهم مباراة مع فريق الهلال باعتباره قبل السفر الهلال إلى إثيوبيا لمقابلة فريق سان جورج الإثيوبي اللي حيلعب مباراتين مع فريق المريخ. رأيك في شكل تحضيرات الهلال وهذه المباريات اللي تلعب في الجوهر الزرقاء اللي عملت كمان يعني جو للجمهور، الجمهور يحسب المباريات الجدول بتيجي حيلعب الهلال بتيجي حيلعب سيمبا، يعني عملت شغف للجمهور. نعم، أول حاجة أستاذ النذير يعني تحية لمجلس إدارة نادي الهلال، أنا أعتبرها خطوة إيجابية كبيرة، يعني دائما كان أنديتنا بتفقيدة في نعم. شايف طبعا جمهور كبير جدا عمره على الشاشة. نعم. يعني المباراة الأولى تقريبا دخل 17 مليار، يعني مبلغ كبير جدا، تخيلوا هو مفيد بالنسبة لخزينة فريق الهلال. نعم هي أول حاجة يعني أنا كنت حضور للمباراتين، حضور جماهيري كبير مميز، تنظيم كان أكثر من رائع في دخول الجماهير وخروجها، دي واحدة برضو كانت من الأشياء الإيجابية، اللوحة الرائعة في الملعب من ناحية النجيل العشب الطبيعي، من ناحية التحسينات اللي تم عمل على مستوى الاستاد، فجد بكل امانه استادنا هو مفخره كبيره يعني ليس فقط للهلال لكن لكل السودان انه عندنا هذه اللوحه الفنيه الرائعه، ودي ايضا الواحد يعني بدي الرئيس الكاردينال الدور الكبير في هذه التحفه المعماريه الكبيره، اتمنى انه فعلا نحافظ عليها وتكون هي زي ما بيقولوا بداء لانطلاقه حقيقيه. نعم دي حقيقة. الهلال بكل امانه مجلس اداره نادي الهلال في السابق الهلال كان بيعاني دائما في البدايات من عملية التحضير في وجود أندية يتبارى معه، كان عنده مشكلة في الخارطة بالنسبة لنا ما كانت متوافقة مع الخارطة العالمية أو الخارطة الأفريقية، لكن هذا الموسم تنظيم الخارطة مع الخارطة الأفريقية أدتنا فرصة في أنه يكون عندنا مجال في أنه الناس وجود أندية تقدر تتبارى معه، وكنا في السابق معسكرات خارجية لكن كان إشكالية أنك تجد أندية تلعب معه، انك تقدم الدعوه لعدد من الانديه وانديه ذات ثقل كبير على مستوى القاره الافريقيه اذا كان الاشانتي او سيمبا يلعبوا معك 3 مباريات، فانا بتخلي ده افضل اعداد يمر على الهلال في انك امام جماهيرك وفي ملعبك تقدم 3 مباريات من العيار الصغير قبل انطلاق البطوله الافريقيه مع انديه عندها وزن على مستوى الخارطه الافريقيه، انديه هي نفسها مشاركه معك في البطولات الافريقيه، دي ادت قيمه فنيه كبيره للهلال، أدت قيمة فنية أكثر للجهاز الفني الجديد اللي هو كان بكل أمانة يبحث عن مشاركة أو مشاهدة نجوم الهلال في ظل أنه عنده عدد من اللاعبين الموجودين مع المنتخب في ظل هو جديد عهد بنادي الهلال، ففلوران كان
اكثر واحد ممكن يكون سعيد، وفعلا شاهدنا في المباراه الاولى ادى فرصه لكل اللعيبه الموجودين معه شاركوا حتى يقدر يقف على امكانياتهم وقدراتهم، رغم انه يعرف جيدا انه يلعب مع نادي كبير. بعد التشكيل الثاني مباراه الهلال الاخيره مع شان توكو الغاني، واللي كان بدا فيها بتغيير اطراف الملعب يعني فقط الاطراف، ثم بعد ذاك ادى فرصه حتى لاظهر الطاهر ومبارك عبد الله، بعض اللاعبين اللي ممكن يكون بعيد شويه اظهر لمستواه، مبارك عبد الله يمكن بعيد عن المشاركه، لكن واضح انه هو عاوز يشوف كل اللاعبين كابتن عمرو في البدايه. نعم، ودي حقيقة وأنا بعتبرها شجاعة كبيرة منه إنك تدي فرصة لكل العناصر. هذا المدرب أنا بعتبره مدرب واقع في تعامله مع المباراتين، وبالأخص المباراة الأولى ما فكر في إنه حينتصر حيخسر، ردة الفعل ممكن تكون بالنسبة له شنو، لكن فكر في إنه عايز يكتشف قدرات إمكانيات اللاعبين، وظهر جريا في المباراة الأولى، أدى الحرية للاعبين حتى على مستوى شكل الأداء، كنا بنشاهد عمل فردي لعدد من اللاعبين بحكم إنه لم يكن هنالك يعني فترة زمنية كبيرة له في وضع لمسته التدريبية على مستوى أداء اللاعبين، لكن المهارات الأساسية بالنسبة للاعبين وفكر اللاعبين بالأخص اللاعبين المحترفين الجميل الآخر من الخارج قدروا إنه يصنعوا الفارق، وكل لاعب قدم نفسه بصورة جيدة، حتى اللاعبين المحليين بيقولوا للمدرب نادي الهلال الجديد نحن موجودين، وكانوا اداء مميز يعني اذا تحدثنا عن صلاح عادل، تحدثنا عن موفق، تحدثنا عن عدد كبير الطيب عبد الرازق، قدموا نفسهم بصوره كبيره لانه دي فرصه اي لاعب عايز يقدم نفسه حتى يحجز موقعه في التشكيله. خلت مدرب فريق الهلال قدر وقف على قدرات وامكانيات عدد كبير من اللاعبين في المباراه الاولى اللي هي انتصر فيها الهلال 2-0، كان في نديه من فريق الاشانتي، كان في اداء جيد للاعبين بالاخص عدد من اللاعبين المحترفين دخلوا قلوب جماهير الهلال كالامين يرجو اللاعب المهاري الكبير فيكتور، ايضا قلب الدفاع المميز ومكاب المهاجم قدم مستويات كانت كبيره، وحتى على الرواق الايسر ابراهيم يمور برضه قدم مستوى كبير، الحارس الواعد عيسى بوفانا، كل هذه العناصر رغم ما في انسجام بيناتها لكن كل لاعب قدم نفسه صوره كبيره اثبت انه فعلا هو مكسب لفريق الهلال بحكم ما قدموه من اداء ايجابي داخل الملعب، لمسه مختلفه كثير، يعني في السابق ممكن عدد من المحترفين كان هنالك بيكون مشكله على مستوى الاعمار السنيه، لكن معدل هؤلاء اللاعبين اغلبها اعمار سنيه صغيره، دي خلت انه شكل الهلال اختلف بصوره كبيره، وادت فرصه في انه المدرب في المباراه الاولى قدر يستكشف قدرات اللاعبين، المباراه الثانيه حاول يثبت بعض العناصر اللي هي ادى يعني مشاركتها ليس شوط شوط، لكن ادى عناصر شاركت لفتره كبيره بعد ما استطاع انه يحقق نتيجه ايجابيه، بعد ذلك قام باشراك عدد من اللاعبين الاخرين، وفعلا كانت المباراه فيها ضغط عالي دي وقتها الاشياء كان بيفتقدها الهلال، لحظه الفقدان، سرعه التحول وبناء الهجمات عن طريق الاطراف، واصل على نفس التنظيم اللي كان عدى به الهلال في الفترات السابقه 4-2-3-1، لكن شاهدنا في المباراه الثانيه في لمسه بالفكر العالي للمدرب في بعض الاشياء التوجيهات الجرس في عمليه حركه اللاعبين، المشكله اللي كانت لحظه الفقدان اللاعبين اللي بيلعبوا على الاجناح الهجوميه كان ادواره الدفاعيه في السابق بتكون ضعيفه، لكن لاحظنا لهم في مباراتين كان هنالك عمل فني في لحظه الفقدان بالضغط العالي اللي ما خلوا مثلا اطراف فريق الاشانتي يقوموا بعمل الزياده، احنا ما دا بنطري على المدرب كثير لكن ظاهر انه لديه الكثير انه يقدم لاعبي فريق الهلال في ظل امكانيات جيده ظهرت لعدد من اللاعبين بعد اكتمال كل اللاعبين الموجودين، ممكن للهلال ان شاء الله يكون شكل مختلف. نعم، طيب هل عندك مقارنه ما بين المباراتين؟ المباراه الاولى كسب الهلال 2-0 بعد في لامين جارجو وموفق صديق، والمباراه الثانيه اللي كسب الهلال بخمس اهداف دون مقابل مكابي ليب وهدفين، طريقه رائعه جدا يعني اهدافه من كرات ثابته، موفق صديق نفس هدف اجاجون ومبارك عبد الله، هل بتشاهد انه في اختلاف كابتن عمرو بين المباراتين في شكل الهلال وشكل الاشانتي نفسه؟ طيب الاختلاف الهلال بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه، المباراة الأولى ممكن الضغط كان كبير على اللاعبين. بعد استكشاف لاعبي فريق الهلال للأشانتي وإمكانيات وقدرات اللاعبين، استغل أداء المدرب بعد أيضا هو مشاهدته الفريق الأشانتي، كان هنالك اختلاف على شكل الأداء من ناحية بناء الهجمات، من ناحية الاستحواذ، من ناحية كيف اللعب على الأخطاء أو نقاط الضعف اللي هي كانت مثلا موجودة في الأشانتي، إحطاء الحرية لعدد من اللاعبين أصحاب المهارات في يقدموا نفسهم بصورة كبيرة وعمل ضغط كبير، المهام اللي كانت ممكن لعدد من اللاعبين، شاهدنا انضباط صلاح عادل امام خط الدفاع، شاهدنا الحركه الايجابيه بالاخص لمكابي في الادوار الهجوميه والدفاعيه لحظه الفقدان، ايضا واحده من الميزات الكبيره بين المباراتين انه في المباراه الثانيه اكتشفنا القدرات الكبيره لمكابي في تنفيذ الضربات الثابته، ودي واحده من الاشياء اللي كان بيفقدها الهلال، اغلب هذه المخالفات كانت بيكون الهلال عنده عدد كبير من المخالفات ما بيستفيد منها، لكن شاهدنا هذا اللاعب في مخالفتين استطاع انه يحرز منها هدفين، دي برضه واحده من الاشياء الايجابيه
رغم انه الهلال احرز نتيجه ايجابيه كان تعطشوا لاحراز نتيجه اكبر في ظل انضباط كان رائع. يعني ما شاهدنا الاستهتار اللي بيكون موجود لما الهلال يحرز نتيجه كبيره بيكون استهتار، لكن كان في ايجابيه في الاداء وتعطش انه اللاعبين يحاولوا يحرزوا. ايضا ظهر شكل الهلال في تنظيم 4-2-3-1 في المباراه الثانيه بصوره افضل من ناحيه حركه اللاعبين، من ناحيه بالاخص لحظه الفقدان. الاهم من ذلك هذا الهلال حافظ على نظافة شباكه في مباراتين كبيرتين، دي برضو واحدة من الأشياء اللي بحتضرها إيجابية. طيب لو جينا معك تفصيلات 4-2-3-1، هل هي الطريقة الأمثل بالنسبة لفلوران عموما، ولا هو ده عاوز يلعب بطريقة منازعة مع فريق الهلال؟ باعتبار إنه لما سئل في المؤتمر الصحفي عن موضوع الطريقة اللي بيلعب بها قال أنا ما عندي طريقة معينة بيلعب بها، أنا بلعب حسب يعني الإمكانيات المتاحة في الفريق وطريقة اللعب مع المنافس اللي حيلعب ضده في الدوري أو إفريقيا. رايك شنو التصريح في حديث السيد فلوران في هذه الجزئيه؟ انا بعتبره ذكاء كبير منه في هذا التصريح. انت دائما تشوف قدرات وامكانيات اللاعبين بتخليك انك توظف امكانياتك، المرونه التكتيكيه اللي بيعدي بها اي مدرب بتتغير في المباراه ممكن قوه او ضعف الفريق المنافس في لحظات انت تحتاج تلعب بثلاثه مهاجمين صريحين، في مباراه تحتاج انك زياده عدديه على مستوى خط الوسط وجود مهاجم واحد، دي كلها اشياء بتختلف من المباراه بالنسبه لي فوران. ودي واحده برضه من الاشياء الايجابيه، ذكاء كبير في تصريحاته انه قدرات وامكانيات اللاعبين هي اللي ممكن تخليه انه يغير شكل التنظيم، ولاحظنا ليه حتى في المباراتين لحظه الاستحواذ والفقدان كان شكل الهلال بيتغير على مستوى التنظيم، حتى في ناس كانت بتحدث انه في مباراه لعب 4-4-2 لكن هو كان بيلعب 4-2-3-1، لكن الشكل اللي اختلف انه لحظه الفقدان والاستحواذ كان شكل الهلال بيكون فيه اختلاف كبير، ودي واحده برضه من الاشياء الايجابيه العمل عليها. يبقى ذكاء كبير انه في تصريحه وتعويد اللاعبين على طرق لعب مختلفه حسب قدراتهم وامكانياتهم، دي ممكن تفيد الهلال كثير على الجانب الافريقي. يعني حتى انا بشوف ان الرجل ده رجل يعني تحس انه هو فعلا عارف في السودان شنو، يعني مجلس السودان من فراغ. يعني مثلا تصريحه ده واجابته دي حديثه اثناء الحديث في زي ما قلت في في, في الاعلام، وكذلك يعني تثبيت لخالد بخيت كمدرب عام معه في الفريق. ممكن حتى بعض الناس قالوا انه هو بعد ما شاهد التمرين الاول وشاف خالد بخيت بيشتغل كيف فقال المساعد بتاعي، يعني ما حكم من الاول قال لا انا ما عاوز مساعد مدرب سوداني، بل بالعكس بعد ما تاكد من قدرات خالد بخيت عمل ظن او موافقه على انه يكون خالد بخيت معه. وخلينا نتكلم كويس يعني برضه يعني وجود خالد بخيت مع السيد فلوران ابينجي يعتبر شيء مهم كمان برضه لتقريب وجهات النظر ما بين اللاعب السوداني وفلوران انجي. طبعا اقول لك المدرب الواثق في نفسه في قدراته ما بكون عنده اشكاليه، انت مدير فني انت بتضع السياسات والخطط اللي عايز تعمل بها، عندك الطاقم المساعد بالنسبه لك، لكن انت دائما تبحث عن جهاز فني مقتدر يقدر ينفذ سياستك، يقدر يديك القيمه الفنيه او الاضافه الحقيقيه، اي مدرب بيحتاج مدرب معه دي اضافه حقيقيه، فهو استكشاف لقدرات خالد في مشاهدته له واقتناعه بقدرات خالد ممكن الفائده الفنيه اللي يقدر يقدمها له، دي دليل على انه مدرب واثق في نفسه واثق في قدراته، ادى زي ما بيقولوا ضوء اخضر لخالد بخيت انه يبدع، لان احنا دائما مدربيننا السودانيين متى ما يكون في مدرب اجنبي بيحس انه مكبل في عمليه قيامه بادواره المنوطه به، بيكون هنالك يعني دائما رايه مثلا في بعض الاشياء. فانت طالما اديته حريه او صراحيه وغنحتك به فدي بتخلي خالد انه يبدع كثير، وحيكون خيري معاه اللي فوران بحكمه امكانيات خالد الكبيره التدريبيه وايضا معرفته بطبيعه اللعب السوداني اللي هي ممكن تساعد كثير فلوران في انه يوصل له معلومات كثيره، وايضا توصيل المعلومه للاعبين برضه واحده من الاشياء الايجابيه اللي ممكن تدعم فلوران بصوره كبيره. نعم، في سؤال واسئله كثيره مطروحه من الجماهير يمكن بعد مشاهدتنا لبعض المباريات، بيتكلم عن انه عشان توكوتوكو الغاني يعني نعم الهلال جيد فاز 2-0 و5-0 بعد 5-0 بالذات بجمهور كلام، هل اشانتي مستواه جيد ولا غير جيد؟ طبعا الناس كده تشوف بنظره عامه كده يقول اشانتي مثلا ما في افضل مستويات، لكن انت كمحلل فني قد تكون رؤيتك مختلفه، خصوصا انه الهلال حيقابل سيمبا تنزاني في الايام القادمه، وسيمبا تخيل انه مستواه الفني عالي جدا في الايام السابقه. طيب انا بقول لك الاشانتي من الانديه الكبيره، لكن اول حاجه النقاط الايجابيه مباراتين اعداديات للهلال كبيره في ملعبه امام جماهيره. وجود الجماهير بهذا الحشد الكبير كان عنده دافع كبير للاعبي فريق الهلال انه يقدموا نفسهم، وجود مدرب جديد دافع كبير للاعبي فريق الهلال يقدموا نفسهم، اللاعبين المحترفين اللي اضافهم الهلال في ظل هذا الاهتمام الكبير وهذه الجماهير الكبيره ادتهم ايضا دافع كبير انه يقدموا نفسهم. ممكن صدم الفريق الاشانتي في مباراه اعداديه، هذا الحشد الكبير من الجماهير كان عنده ايضا تاثير ايجابي للاعبي فريق الهلال، ولاحظنا الدعم الكبير اللي وجدوه لاعبي فريق الهلال، دي كلها ادت نواحي ايجابيه في انه فريق الهلال ابدع في هذه المباراه. اي لاعب في فريق الهلال عايز يقدم نفسه للمدرب، دي برضه واحده من النواحي الايجابيه اللي خلت انه شكل الهلال يختلف. انا ما بقول الاشانتي ضعيف، لكن
الهلال كان عنده رغبه لتحقيق الانتصار، كل لاعب عايز يقدم نفسه، المدرب عايز يقدم نفسه، اللعيبه المحترفين ايضا عايز يقدموا نفسهم للجهاز الفني وعايز يثبتوا انهم فعلا هم على قدر الصيغه اللي اداهم مجلس الاداره في التعاقد معهم. دي كلها تقريبا عوامل ايجابيه ساعدت انه شكل الهلال كان جيد بصوره كبيره. الانضباط بالنسبه للجهاز الفني، انت ما عندك جهاز فني منضبط يبقى بتخلي اللاعب ينضبط، بخليه انه يقدم من دون استهتار بايجابيه وبنواحي بتاع الدوافع وحماس كبيره، ودي ظهر فعلا جليا في شكل فريق الهلال، ليس تقليلا من فريق الاشانتي، لكن اصرار الهلال على انه ينتصر وينتصر بنتيجه ايجابيه دي كانت هي نقطه التحول في هذه المباراه. هل هيكون في اختلاف بين سيبو وشانتي في مقابله الهلال؟ ممكن يعني نشوف انه هقول لك الهلال حنشوفه مع سيمبا، يعني كنا بنقول حنشوف مع سيمبا، فهل ممكن نكون مقارنه قبل مشاهده سيمبا نفسه انه سيمبا حيكون افضل من اشانتي كوتوكو؟ طيب سيمبا نادي ايضا كبير، لكن الدرس اللي حيستفيده سيمبا بواقع ما شاهده للهلال في مباراته والنتيجتين الكبيرات اللي حققهم على الاشانتي، دي حتخلي فريق سيمبا حيلعب بحذر كبير، ما حيحاول انه يعني يكرر التجربه الوقع فيها فريق الاشانتي، لذلك ممكن المباراه تكون اقوى من ناحيه نديه كبيره، من ناحيه انضباط حيكون كبير من لاعبي فريق سيمبا انه الهلال ما وصل لشباكهم بحكم شاهدوا الجماهير الكبيره الموجوده، الدافع الكبير، المستوى الجيد اللي ادى به الهلال في المباراتين، دي حتخلي مباراه الهلال وسيمبا حتكون اعلى مستوى بحكم الحذر الكبير اللي حيدي بيه فريق سيمبا حتى لا يكرر التجربه او الهزيمتين الكبيرتين المنابين فريق الاشانتي كوتوكو، ودي حتدي قيمه فنيه اكبر لفريق الهلال، ودي ممكن ايضا تكون بالنسبه لمدرب فريق الهلال انه يثبت بعض العناصر او يحاول انه التشكيله ما تتعدى لها 16 لاعب او 15 لاعب بحكم انه يشوف المعدلات بالنسبه لهم مع اقتراب المنافسه الافريقيه واقتراب مباراه التصفيات الاولى بالنسبه للهلال مع فريق سان جورج الاثيوبي. نعم، خلينا نشوف التشكيله مع مخرجنا تشكيله فريق الهلال في المباراه الاخيره، عشان فيها جزئيه مهمه جدا ممكن نتكلم فيها مع كابتن عمرو، وكلمنا فيها كبير كمان مع كابتن محمد طيب كابور عن المريخ. يعني تلقى التشكيله فيها عيسى فوفانا، فيها فيكتور نانكي، فيها كذلك ايضا اللاعب كلاود سينغوني، فيها ايضا لامين جارجو، فيها ايضا عبد الاجاجون ومكابي ليلوبي، دير يعني تقريبا ست محترفين فيها في هذا الماتش، يعني غير كان عن ابراهيم امورو واللاعب اللي هو جعلهم في الاحتياط عشان لعبوا في الماتش الاول. يعني انت الان الاتحاد السوداني حيدي كم فرصه للاعب محترف في الدوري؟ مع طبعا تقديرات انه في لعيبه عندهم جنسيه سودانيه زي عبد الاجاجون مثلا، لكن في المقابل انت ما حتلعب بهذا العدد الكبير من المحترفين في الدوري السوداني، وحتلعب بالمحترفين المتاح لك تلعب بهم في ابطال افريقيا. غياب بعض اللعيبه المحلي وظهوره في الافريقي، يعني كيف سيكون الهلال في افضل جاهزيته او المريخ في المقابل في الناحيه الثانيه برضه يعني؟ طيب دي استاذ النذير اتمنى انه الاتحاد يعني بنظره موضوعيه انه راعي لانديتنا في المشاركه البطولات الافريقيه تحجيم عدد المشاركات او تحديد المشاركات، دي واحده، انت طالما اديتني فرصه في انه اسجل هذا العدد من اللاعبين يبقى الحق القانوني بخلي هؤلاء اللاعبين يشاركوا عشان انا احدد عدد محدد من اللاعبين، وحصلت لانديتنا في البطولات الافريقيه السابقه في انه حجم عدد من اللاعبين من المشاركات كان بيشاركوا بعدد لما تاتي البطوله الافريقيه تشترك لاعب محترف لانك محتاجه، لكن كانت مشاركته المحليه بتكون ضعيفه، دي خصمت من الناديين الكبيرين على مستوى التمثيل الافريقي وكانت واحده من الاشكاليات اللي عانى منها. اتمنى انه النادي او عفوا الاتحاد العام يراعي في هذه الجزئيه، طالما انت فتحت باب الاحتراف لابد انه تدي فرصه لهذه الانديه، هي ما حتى الناس بعض الناس بتحدث انه حتضر المنتخب، انا ما شايف انه فيها ضرر، لكن اذا وجدت ثلاثه اربعه لاعبين على المستوى شاركوا مع المحترفين ممكن الاختيار يكون منهم، بتوسع وعاء المشاركه بالنسبه للاختيار في الفريق القومي، في انه بيكون في ثلاثه اربعه من الهلال ثلاثه اربعه من المريخ، بتدي فرصه للاعبين في الفرقه الثانيه انها تشارك، الانديه الثانيه اللي هي كانوا يكونوا محرومين لانه مدربين المنتخب دائما بيعتمدوا على لاعبي فريق الهلال والمريخ بعدد كبير بحكم انهم بيشاركوا في البطوله المحليه والبطوله الافريقيه، هي ممكن تقوي اللاعبين وشاهدناه في الفتره اللي كان فيها الهلال كان موجود فيها فترة يوسف محمد وفترة كلاتشي وجودين، اللاعبين اللي كانوا شاركوا معاهم وشاركوا في المنتخب الوطني كانوا على أعلى مستوى، إذا كان هيثم طنبل، إذا كان عدد كبير من اللاعبين الموجودين في هذه الفترة قدموا نفسهم بصورة حتى كبيرة. حتى قاد السوداني للظهور في أفريقيا بعد غياب 38 سنة يعني. نعم. قوة المنافسة مع اللاعبين المحترفين بتظهر لك وبتخلق لك أسماء جديدة، لأنه أي لاعب عايز يقدم نفسه حتى يقدر يحجز نفسه مقعده في التشكيلة ويشارك، بتخلي دي مما فيها خوف. اتمنى انه الاتحاد يدي فرصه لمشاركه اللعب يكون مفتوح بالنسبه للاعبين المحترفين حتى انت تقدر تستفيد منهم بصوره كبيره حتى يكونوا في كامل جاهزيتهم عشان انت تقدر تحقق نتائج ايجابيه في البطوله الافريقيه، فاتمنى انه
النظره دي يكون فيها نوع من الموضوعيه. وشوفوا الامثله الكثيره يعني الفرق او الاتحادات السبقتنا، كان الاتحاد الكنغولي شاهدنا فريق مازيمبي، فريق بتر اتلتيكو ممكن 19 لعيبه يكونوا مشاركين، ورغم ذلك المنتخب كان قوي وانديتهم قدرت تحقق انجازات كبيره للبلد على مستوى البطولات الافريقيه، احرزت كاس الأندية الأفريقية وكأس الكونفدرالية، ده بفتح المشاركة وقوة اللاعبين ولفت أنظار العالم لهذا الدوري القوي اللي أصبح يخرج عدد كبير من اللاعبين. نعم، طيب جينا معاك تكلمنا كابتن عمرو عن مباراة الأشانتي وكوتوكو الغاني سيبة تنزانيا اليوم، خليها مباراة جميلة يعني ندعو الجمهور إنه يتابع هذه المباراة، لكن لو مشينا في نقطة معينة، سيبة تنزانيا هيلعب ماتشين، ما زي أشانتي لعب ماتشين، وتخيلي غير كثير في تشكيلته في الماتش الثاني عن الاول فريق عشان تكوتوكو، يعني الفريق الاول كان افضل من الفريق الثاني اللي هو ادى فرصه الاساسيين في المباراه الاولى وجاب بعض الاحتياطيين في المباراه الثانيه عكس الفريق الهلال اللي برضه كمان هو نفس فريق الهلال عمل نفس العمليه. لو مشينا لمباراه سيمبا تنزانيا اليوم، هل حيلعب بالفريق الاساسي الليله ولا حيخلي مباراه الهلال حسب الاتفاق الفني ما بين الهلال وفلورانو والمدير الفني لسيمبا تنزاني او الاتفاق الاداري في الاساس؟ طيب انا اقول لك، انا اخذت نفسي مكان مدرب سيمبا، اذا كنت مكان مدرب سيمبا بعد مشاهده مستوى فريق الهلال امام الاشانتي ومشاهده فريق الاشانتي، عناصري اغلب العناصر الاساسيه هنلعب بها مباراه الهلال، ادي فرصه للعناصر بعض العناصر مع تجهيز اذا كان عنده عناصر بعيده انه يشارك في مباراه الاشانتي كوتوكو ويدفع بكل العناصر الاساسيه في كره الهلال بحكم المستوى اللي قدمه فريق الهلال. في بعض المدربين عشان هو داير القيمه الفنيه ايضا هيحاول انه ايضا يشرك فريقين، وبرضه في مباراه الهلال من الفريقين اللي هيشاركهم في مباراه اليوم اذا كان بواقع شوط لكل مجموعه عشان يقدر يعمل توليفه ايضا لمشاركته في امام فريق الهلال عشان يوسع وعاء المشاركه بالنسبه لانك اساسا انت بتعطيها اذا كان لفريق سيمبا ولا اشانتي او الهلال هي مباراه اعداديه بالصف في اعدادهم للبطولات الافريقيه. لكن غالبا اذا كنت انا مدرب فريق سيمبا مجموعتي الاساسيه هي العب بها مباراه الهلال، انت بتلعب مع فريق كبير وحقق نتائج ايجابيه بيلعب في ارضه امام جمهور كبير، يبقى خوف من انك ايضا تتلقى نتيجه هزيمه كبيره، هتحاول انك قدر الامكان تظهر بالمستوى الفني المميز، ودي تقريبا واحده من الاشياء اللي ممكن يعمل بها مدرب فريق سيمبا التنزاني اللي هو ايضا يعرف جيدا الكره السودانيه واللي هو تجربه سابقه مع فريق الهلال. نعم، طيب في كثير من الاشاده من جماهير الهلال لامين جارجو هذا اللاعب المحترف وامكانياته مهوله واصبح حتى يمكن يعني كثير من الطرب والغناء اثناء اداء هذا اللاعب الموسيقار. وفي المقابل برضه مكابي ليليبو يعني ضربات ثابته مميزه جدا، ونجي نقارن مباشره باطهر الطاهر اللي كان في سموحه وجاء، لكن ليس اطهر الطاهر المعروف انه هو كابتن وليدر وممكن يستعيد مستواه. طيب اول حاجه هذا اللاعب يعني قدم مستوى كبير، لاعب ممطون بالمهاره العاليه، شاهدنا في المباراه الاولى وشاهدنا في المباراه الثانيه قدم نفسه بصوره كبيره، وده دليل على انه لاعب مهاري من الطراز الاول، استطاع انه يدخل قلوب جماهير، لاعب صغير في السن كمان، صغير في السن. هذا اللاعب دخل قلوب جماهير الهلال من اول لمسه له بادائه الايجابي ومهارته العاليه الكبيره اللي قدم بها نفسه، ايضا فيكتور على مستوى قلب الدفاع، ايضا مكابل المهاجم اللي قدم نفسه ايضا بصوره كبيره، هم كل المحترفين اللي وجدوا فرصه قدموا نفسهم، لكن دائما انت بتلقى لاعب او لاعبين. طبيعه المشجع السوداني بحب اللاعب المهاري، وده وجد ضالته في لامين جارجو اللي قدم مستويات كبيره، لكن انا اتمنى انه ما يكون هنالك الضغط الكبير على هؤلاء اللاعبين او الاطراء الكبير. انا بقوله في فيكتور قلب الدفاع قدم في المباراة الأولى مباراة على أعلى مستوى، المباراة الثانية بعد الهلال حقق نتيجة، شاهدنا نوع من الاستهتار البسيط في أدائه، كان ممكن يكلف الهلال هدف أو هدفين، فهذه واحدة من الأشياء. احنا حتى اللاعب الأفريقي ممكن هو قريب للاعب السوداني من ناحية الطبيعة، متى ما وجد المدح والإشادة الكبيرة بيحصل نوع من التراخي، لكن أتمنى الانضباط يكون سايد حتى إمكانيات وقدرات هذه اللاعبين تظهر بصورة أكبر. نعم، جميل جدا. طيب لو تحولنا معك كابتن عمرو لتحضيرات فريق المريخ في المقابل، كيف تراها خصوصا المريخ مشارك على مستوى ابطال افريقيا والمباراتين الوديتين مع سان جورج الاثيوبي؟ طيب اول حاجه هي مباراه ممكن تفيد بصوره كبيره نادي الهلال ونادي المريخ، ناديين كبيرين يبحثوا دائما عن المشاركات الافريقيه، واستمرار الناديين في البطوله الافريقيه ووصولهم للمراحل المتقدمه واحده من الاشياء الايجابيه اللي بتزيد في تصنيف السودان وبتدي مجال اوسع في انه نحجز مقاعد اكبر في المشاركات، والفرص تكون كبيره لمشاركه اربع انديه. نعرف جيدا انه هذا الموسم عدد كبير بالنسبه للناديين في انهم عدد من اللاعبين المحترفين، رجوع ايضا لاعبين بفترات طويله، في لاعبين كانوا راجعين من الاصابه بالنسبه لفريق المريخ. جهاز فني استطاع من نهايه الموسم انه يستمر معهم، تغيير على مستوى المدرب العام فاروق جبره مكان كابتن ابراهوما، مباراه اعداديه امام هلال
الساحل، ادى ترغيم الفنيه هذا للهلال الساحل والمريخ بحكم انه التوقف الفتره الزمنيه الطويله. كل نادي يبحث عن مشاركات قويه تقدر تفيده، وانا اتخيل المشاركتين دي ممكن يكون عندها ما بعد الافاده بالنسبه لهم بحكم انهم هيأدوا مباريات ليست سهله. نعرف جيدا البطولات الافريقيه استاذ النذير، ليس هنالك اصبح فريق ضعيف، الكل يبحث عن تقديم نفسه بصوره كبيره، ودي واحده من الاشياء الايجابيه الناديين يعني انا بقول ممكن يستفيدوا من التجارب صاحبتهم في المواسم السابقه حتى لا تتكرر خروجهم او الاداء الباهت اللي كان مثلا ظهروا به، ولكن الاهتمام الجيد من بدايه المنافسه استجلاب لاعبين محترفين مميزين، اجهزه فنيه مختدره، احداد بصوره جيده، دي كلها بالصبر ان شاء الله في انه يقدروا الناديين يسحبوا بعيدا في البطوله الافريقيه. خصوصا انهم طالبين انه يقدموا افضل ما لديهم ويوصلوا لمراحل بعيده عشان كمان كاس السوبر الافريقي اللي هو فيها في افضل 24 نادي على مستوى القاره السمراء، مشاركات السودان باربع فرق في الموسم القادم، دي حاجه بركز عليها جدا لانه حاجه مهمه هذا الموسم اللي انت تقدم افضل ما لديك على مستوى الابطال الكونفدراليه، وعندك فريقين على الاقل ذهبوا بعيدا في التصنيف تاع المجموعات، هتعاني في انه السنه الجايه حيكون عندك فريق واحد ابطال افريقيا وفريق واحد كونفدراليه. يبقى ده التحدي الجديد اللي حيصاحب الناديين في انه لابد انه يسحبوا بعيدا في البطوله، لابد انه يقدم نفسهم بصوره كبيره، ودي اللي خلتنا نقول انه لابد انه الاتحاد يجي مع انديتنا في انه يخليها تقدم نفسها بصوره كبيره، ما تحجم مشاركات اللاعبين المحترفين، لانه هي في النهايه ليس فقط مكسب للناديين، لكن انا بتحدث عن مكسب للسودان في مشاركه اربع انديه، فتوفير لهم كل السبل المتاحه في انه يقدموا نفسهم، فالكره اصبحت في ملعب الاتحاد ايضا في ملعب الناديين الكبيرين في انهم يبحثوا عن انجاز جديد بالنسبه لهم، والفرصه كبيره يعني ما في شيء مستحيل في ظل الامكانيات اللي هسه موفره للناديين، وان شاء الله انه يقدروا يحققوا ما يصنعوا له، ولا انسى نادي هلال الساحل وايضا نادي اهلي الخرطوم. طيب هنا الساحل والخرطوم، يعني لما تتكلم عن هذين الناديين هم بيحضروا نفسهم للمشاركه على مستوى الكونفدراليه، وملاقات فريق الاخضر الليبي اللي حيقابل فريق اهلي الخرطوم، في المقابل فريق جيتا جولد اللي هو التنزاني حيقابل فريق الهلال الساحلي. نمشي لجزئيه معينه، يعني فريق جيتا ده لعب اربع مباريات في الدوري التنزاني، ممكن عامل الماتش الخامس قبل ما يلاقي فريق الفريق الهلال الساحل. الهلال الساحل الان حضر نفسه مباراه وحيده مع المريخ، وهيلعب مباراه مع الهلال حسب حديث حازم حمزه قبل قليل معنا سكرتير النادي، فدي ممكن تقلل من قيمه الفرق السودانيه في مقابله فرق يعني ذات طبيعه افريقيه بتلعب دوري زي التنزاني. يعني الهلال المريخ اعتبارهم براوي عندهم قدرات يحضروا نفسه ويجمع عسكر خارجي ما زي الهلال الساحل وهذا الخرطوم، هنتكلم منطق يعني شويه. دي حقيقه، الفارق الكبيره بين الامكانيات الموجوده للهلال والمريخ وموجوده للاهلي وهلال الساحل بتختلف، الخبرات التراكميه ايضا الموجوده عند اللاعبين برضه واحده من الاشياء، انت شاركت في بطولات افريقيه كثيره اكتسبت خبرات في التمرس، دي بيفقدها هلال الساحل وبيفقدها ايضا اهلي الخرطوم، لذلك دي نقطة الخلاف. فريق هلال الساحل هيلعب مع نادي كما ذكرت انتم، شارك في عدد من المباريات على مستوى الدوري المحلي، وصل لجاهزية جيدة، واحدة من الأشياء حتخلي ضغط كبير على هلال الساحل. الخبرات عند أخونا نادر هبوب والدوافع الكبيرة هو كابتن صباحي، لاعبي فريق هلال الساحل اللي قدم نفسهم بصورة كبيرة، أيضا دي بتديهم دافع كبير في إنه يقدروا يقدموا نفسهم بصورة كبيرة. قلة الإمكانيات ممكن تكون هي واحدة من الأشياء العقبة الموجود، لكن الدوافع الشخصية الموجودة عند الجهاز الفني وعند اللاعبين انا ان شاء الله متوقع انه يكسروا هذا الحاجز ويكونوا ان شاء الله عند حسن ظن الجميع بهم ويقدموا مستوى جيد يخليهم انه ان شاء الله يتخطوا المرحله الاولى، وبعد ذلك ان شاء الله ممكن تكون دوافع اكبر والنادي يكون شارك في البطولات المحليه ويجد مزيد من الاحتكاك مع انديتنا المشاركه افريقيا بالمباراه الاعداديه، برضه واحده من الاشياء اللي ممكن تدعمهم بصوره كبيره في مشوار فريق هلال الساحل. لانه في النهايه تعتبر يا كابتن عمرو يعني مشاركات تاريخيه تلعب للتاريخ يعني. نعم. من شارك باسم السودان في بطوله افريقيه، يعني هلال الساحل من قبل سبق وان شارك في بطولات تحت مسمى كاس الاتحاد الافريقي قبل ان تتحول لكاس الكونفدراليه، تخيل اول مره شارك باسم كاس الكونفدراليه، فريق الغاب 10 سنوات 11 سنه من الدوري الممتاز وعاد وحقق المركز الثالث. وده بقدم على شيء لسؤال ثاني حارجع لك بعد شويه، لكن خلينا برضه كمان نتكلم عن اهلي الخرطوم اللي من 98 ما شارك افريقيا، كان اخر مشاركه له على التابعين اليوتيوبي تقريبا الاتحاد العاصمه الجزائري، فده تاريخ برضه مهم جدا للفريقين يعني. طيب هي اول حاجه التحيه للكابتن صلاح على المستوى الجيد اللي قدم فريق اهلي الخرطوم، خبرات كبيره لعدد من لاعبي فريق اهلي الخرطوم بالانتدابات اللي عملها مجلس الاداره، عدد كبير من اللاعبين اصحاب الخبرات الصومو السفاري تنبش مهند الطاهر نزار حامد شيكوزي النحسان، عدد كبير من اللاعبين اللي ممكن يكونوا دعامه حقيقيه، فريق اهلي الخرطوم قدم نفسه بصوره كبيره، هذا النادي ممكن ان شاء الله يعني نعرف الكوره الليبيه والتطور الكبير في مستواه، لكن الدوافع ايضا الموجوده عند فريق اهلي الخرطوم
ممكن تخلي ان شاء الله فريق الاهلي يصنع الفارق. هو ما يعاني منه فريق كمال الساحل، يعاني منه فريق الاهلي بقله الامكانيات وعدم وجود مشاركات حقيقيه لهم في انهم تقديم اعداد حقيقي. لكن اذا ان شاء الله قدروا حققوا نتيجه يتخطوا المرحله الاولى، بعد ذلك كما ذكرنا الهلال الساحل حيكون فريق غاش الخرطوم، اكتسب خبرات ويقدر ان شاء الله يحقق نفسه بصوره كبيره. هي تجربه جديده لكن هم قدر لذلك، ايضا بقول الضغوطات ما كبيره عليهم في انهم ضغط جماهيره وكذا، لذلك ممكن قله الضغط الكبيره خليهم يقدموا نفسهم بصوره كبيره، والدوافع الكبيره الموجوده عند اللاعبين، الظهر في الدوري والخبرات الموجوده عند عدد كبير من اللاعبين ممكن تشفع عليهم في انه ان شاء الله فريق اهلي الخرطوم يقدر يقدم نفسه بصوره كبيره. مدرب شاب قدم نفسه بصوره رائعه كابتن صلاح، تديه دافع كبير في انه ان شاء الله يقدر يعمل لنفسه اسم ويحقق نتائج ايجابيه مع الاهلي. كويس برضه، جميل جدا انه يعني بنشاهد الان كابتن عمرو في ثقه في المدرب الوطني، يعني مثلا على مستوى المنتخب الوطني برهان تيه، على مستوى الانديه الهلال الساحل هذا الهبوب اللي مستمر لسنوات طويله مع الفريق منذ الصعود الوسيط الى التاهيل الممتاز وحتى الان، في المقابل بتلقى برضه كمان يعني صلاح نور الدين ادوه ثقه، يعني فدي كلها حاجات ايجابيه برا انه الان في الكثير من التقدير والاحترام للمدرب الوطني، خصوصا وجود فاروق جبره كمدرب عام في المريخ، خالد بخيل مدرب عام في الهلال، دي حاجات اعتباريه. نعم طيب، دي اول حاجه انا بعتبرها نواحي ايجابيه كبيره لي فهم اداري كبير لانديتنا في الناس المدربين الشباب. في السابق كان خوف كبير من انهم يمسكوا اللاعبين الشباب المدربين الشباب زمام المنطقه الفنيه، لكن المستويات الكبيره اللي قدموها هؤلاء المدربين الشباب خلت انه الصيغه الكبيره افكار جديده نجير دار يعملوها، خبرات تراكميه في الملاعب، خبرات تراكميه على مستوى التدريب، خلتهم انهم صنعوا لنفسهم اسم كبير. ومزيدا من الصيغه واثق انه مدربنا الوطني ما زال هو بخير وبيقدر يقدم الكثير، بيحتاج الى مزيد من الصيغه، بيحتاج الى الدوافع المعنويه، ودليل على ذلك انطلاق عدد كبير من المدربين الشباب. ان شاء الله دي تكون بدايه لعدد اكبر يقدر يقدم نفسه بصوره كبيره في الانديه المختلفه. نعم، طيب خلينا نتكلم كابتن عمرو في جزئيه ممكن شويه مختلفه. يعني في الدوري المصري الان بيراميدز اصبح ثاني ترتيب رسميا، ودي لاول مره تحصل تاريخيا ان الاهلي المصري يكون مركزه الثالث. نعم، في تاريخ حياته ما كان جاي الثالث، يعني الاول او الثاني. الفريق اللي حقق 44 لقب على مستوى الدوري، الان الزمالك حقق اللقب رقم 14 اللي هو اللقب الثاني على التوالي، لكن مفاجاه ما في انه الزمالك حقق الدوري. طبيعي الاهلي والزمالك تومنجري الكره المصريه زي ما عندنا هنا، طبيعي الهلال والمريخ هتشيل بالدوري، لكن الغريب انه بيراميدز حقق مركز ثاني ونحاول كثير لكن وصل. خلينا نتكلم على الجزئيه دي ونعكس الموضوع على الدوري السوداني، هل ممكن نشاهد فريق يكون مركز ثاني زي مثلا الهلال الساحل الان بيلعب، وهل سيتاثر هذا الفريق بالمشاركه الافريقيه هذا الموسم؟ وحياة كثير جدا يعني. طيب استاذ النذير، دي بتخلينا انه احنا نقول هل دورينا جاذب لدرجه انه نخلي ظهور نادي جديد، ولا هي في النهايه حتكون مصبعه نادي الهلال والمريخ؟ دور كبير للاتحاد العام في انك في كل مره هنالك سلبيات تستفيدها، احنا بنشاهد تغيير كثير على مستوى شكل المنافسه بنظام التجميع، بنظام السابق كان بتلعب مثلا مباراه في الابيض بتمشي تلعب مباراه بورسودان بتجي ترجع، في اشياء كثيره سلبيات صاحبت المشاركات السابقه. انت داري دوري قوي، دوري جاذب، اول حاجه لابد انك توفر كل الاجواء من المعينات اللي بتخلي انه دوريك يكون قوي. الدوري المصري بالخبرات الكبيره الموجوده عند مجالس ادارات الانديه ومجالس ادارات الاتحاد قلت بالظاهر انه في انديه كبيره اصبحت تنافس الناديي الاهلي والزمالك في انه يكون هنالك بطل اخر، وظهر جليا حتى على مستوى البطولات المختلفة، شاهدنا في السعودية، شاهدنا في الإمارات، شاهدنا في قطر. يبقى قوة المنافسة ليس إضعاف للناديين الكبيرة، لكن قوة المنافسة بتخلي يكون عندك منتخبات قوية، بتخلي عندك دوري قوي، بخليك إنك تزخر فرق أخرى أو أندية أخرى تقدر تحقق المطلوب. الاتحاد عليه دور كبير في إنه يعالج هذه الجزئيات والأخطاء صاحبته في المواسم السابقة في إنك تزخر بطل جديد للمنافسة، في ظل إنك تعمل دوري جاذب، بتعمل توفير امكانيات وقدرات ماليه للانديه المشاركه حتى تقدر تقدم نفسها بصوره كبيره. والمصريين في الخبرات الكبيره صاحبتهم خلت انه تظهر انديه جديده وانديه تقدر تنافس نادي الاهلي والزمالك. احنا هنا في السودان في الوقت الحالي ده صعب، لكن خصوصا على مدى الاقتصاد يعني الانديه كلها بتعاني يعني. نعم، لكن بتحتاج انه اذا هنالك تخطيط ودراسه جيده ممكن نشاهد منافسه قويه، وهذه المنافسه ليس فقط اضعاف للهلال والمريخ لكن هي تقويه بالنسبه لهم حتى يقدروا يقدموا نفسهم بصوره جيده في البطولات الافريقيه. ننتصر بنتائج كبيره لكن بالنسبه للبطولات الافريقيه يكون هنالك معاناه للناديين، لذلك اذا كان الدوري قوي ممكن نشاهد منافسه قويه وممكن تدي دافع كبير لانديتنا اللي بتشارك على المستوى الافريقي. يعني انت قلت جمله مهمه جدا يعني دونتها في الورقه عندي هنا. عمل دوري جاذب، يعني كيف دوري جاذب؟ ما هو في الدوري ده مستويات فنيه صح؟ نعم. انت كيف حتعمل دوري جاذب؟ عشان تتحقق انه مثلا فريق ينافس الهلال المريخ ويقدر يخطف انهم
مركز ثاني او لقب مثلا دحيه طال شويه نادي شويه مستحيل، لكن كيف تعمل دور ايجابي يعني معنا شنو يعني؟ طيب اول حاجه واحده من الاشياء فتح باب الاحتراف ما تقيد وجود ملاعب حقيقية أو ملاعب جيدة بنية تقدر تحتية بنية تحتية تقدر توفر للأندية الظهور بمستويات جيدة. إحنا بنلعب جد في بيئة سيئة شديد من ناحية الملاعب، ما عندنا ملاعب جيدة بتقدر اللاعبين يعدوا فيها، بيخلوا مستوياتهم غير جيدة. أيضا واحدة من الأشياء المهمة وضع خارطة مميزة للموسم، يعني احنا بنشاهد الدوري بيكون بالقطاعي، انت كل اسبوع بيكون لك مباراه، ممكن تلعب بعد 10 يوم تلعب مباراه ثانيه، لكن لما يكون عندك خارطه للموسم مرات تجميع مرات ذهبيه او مرات يلا دي بتحتاج انك يكون عندك خارطه للموسم عشان الاجهزه الفنيه تقدر تضع خارطتها، تقدر تعمل منافسه قويه بانك كل نادي عارف انه فتره راحته 200 بيلعب 200، فتره التوقف للمنتخبات المشاركه 200، دي كلها بتخليك انك تكون الدعم ايضا يجدوا تجدوا الانديه من الاتحاد، دي واحدة برضو من الأشياء اللي بتقدر تدعم الأندية، بتخليها تكون عندها قدرات وإمكانيات كبيرة في إنها تقدر تقدم نفسها بصورة جيدة، وجود نقل المباريات، وجود شركات راعية يعني. تسويق، كل يعني. أشياء بتخلي إنه فعلا يكون عندك منافسة جيدة ومنافسة تكون قوية، بيكون فيها تشويق للمشاهد، بيكون حتى فيها تشويق للاعبين في إنه يقدم نفسهم بصورة كبيرة. تطوير التحكيم معه؟ واحدة من الأشياء المهمة شديد. نعم. شايف لجنة التحكيم عاملة ورش طوالي في تأهيل الحكام وتطويره، دي واحدة من الأشياء اللي نتمنى إنه نغمة التحكيم فاشل تختفي. الحكام بيحاولوا قدر الإمكان بيشاهدهم عندهم محاضرات وعندهم ورش تمارين مستمرة بيعدوا نفسهم بصورة جيدة للموسم. أتمنى فعلا إنه هذا الموسم نشاهد تحكيم على مستوى كبير، ثقتنا كبير إحنا فيهم رغم الإخفاءات البسيطة اللي بتحصل، لكن ثقتنا في التحكيم السوداني كبيرة، متى ما وجدوا الاهتمام والرعاية برضو قادرين إنه يقدم نفسهم بصورة كبيرة. لكن أنا في جزئية أختلف معها في فيها مع كثير من الناس، يعني زي مثلا قصة إنه حتى مع الخبير في السياحة بنصف صالة الإمبراطور لما يقول إنه الدوري المصري القيمة حتى مش الأهلي والزمالك، حتى الزمالك وبيراميدز الأهلي وبيراميدز نشاهد تحكيم أوروبي، فإحنا المصريين في التحكيم أفضل من السودان، يعني في كثير من مشاركات الخارجية لحكام يعني مع تقديرنا لحكامنا، بتيجي برضو تلقي في الدوري السعودي في الدوري في كثير من الدوريات يعني نعم الدوري المغربي نفسه أيوة، لكن لماذا في السودانية بتصير لجنة التحكيم المركزية على إنه دائما يكون فقط حكام سودانيين هم اللي بيدوروا القمة، وفي حين احنا عندنا حكام مميزين يعني احترام كل الحكام اللي ما فيهم كلام، وحتى يمكن بالامس كان في مباراه رواندا واثيوبيا كان تحكيمه طاقم سوداني بقياده محمود شانتير ووليد في كاس العالم، نياله كان في كاس افريقيا وكذا، لكن برضه بعض المباريات يعني اضافه حكام حتى بيدوا خبره للحكام اللي بيكونوا قريبين يحضروا الماتش مع الحكام دول ويستقبلوهم كده. طيب انا بتفق معك استاذ النذير، يعني احنا بنشاهدها كلها ليس تقليل من قيمه المدرب الوطني في حاله تكون في مباراه قمه كبيره كارتة في كل العالم، حتى على مستوى الدوريات الاوروبيه بنشاهد حكام من خارج البلد بيأدوا المباريات الكبيره. دي واحده من الاشياء اللي لابد انه يعني يراعي لها، هم في النهايه بيقول لك انه ما دارين ادارات الانديه تفرض رايها، هي ما فرض راي، لكن انت في النهايه تعرف ديل اكبر نادين على مستوى السودان من النواحي الجماهيريه من نواحي كثيره، انت بتحاول انه مباراتك الكبيره تطلعها لبرا الامان. شاهدنا في مباريات كان ادارها حكام عرب اماراتيين وحكام جزائريين، في مباراه كانت الهلال المريخ اللي تلعبت في الامارات وكذا ما شاهدنا كلمه تحكيم فاشل او كان في احتراض على الحكام، يبقى عايز مباراتك تظهر بصوره جيده، يبقى هذه الجزئيه لابد انك تراعيها. وشيء انطباع يعني. نعم ما في حاجه وليس تقليل من الجانب الحكم السوداني، لكن لحساسيه المباريات لانه احنا نعرف في السودان اي حكمي في النهايه يقول لك والله دم يولاته زمان كان هلالابي زمان كان مريخاوي، يبقى انت تقفل هذه الباب، جيب طاقم تحكيم عدي المباريات الكبيره وبعد ذلك مباراه الدوري المحلي ادى الحكام السوداني، ليس تقليل من شانهم لكن انك بتقفل ابواب كثيره بالنسبه لك، وكما ذكرت انه فيها جزئيه كويسه انه حكام ذاتهم بيستفيدوا من الخبرات الانميه اللي بيجيهم تشارك في المباريات وبيكون فيها فائده فنيه كبيره يعني. نعم تحمل جزئيه ممكن كثير الناس تتكلم عنها خصوصا احنا شاهدناها في الدوري المصري اللي فيه تطور كبير جدا، ونتيجه التطور فيه انه فريق بيراميدز حقق المركز الثاني، وده حدث تاريخي طبعا مثلا في جمهوريه مصر العربيه. كابتن عمرو وصلنا معاك لنهايه الاستضافه بوجودك معنا في قناة البلد وفي ضربة حرة، شاكرين وجودك معنا رغم الالتهاب يعني والأجواء الصعبة شوية اللي عندي، سلامات كمان في سلام عليك، وإن شاء الله كمان نكون يعني قدمنا حاجة جميلة للمشاهد الكريم. لك التحية أستاذ النذير، وأتمنى فعلا نكون قدمنا هو مفيد، تمنياتنا لأنديتنا الأربعة إن شاء الله المشاركة على المستوى الأفريقي إنها تقدم نفسها بصورة كبيرة، وأتمنى إن شاء الله هذا الموسم
يكون دوري سوداني جاذب لانديتنا، يظهر بمستويات حقيقيه تقدر تطور من مشاركات انديتنا الافريقيه، ويكون فعلا دوري فيه منافسه حقيقيه لناديي الهلال والمريخ. في الغريب العاجل ما حنقول لك بطل، لكن ممكن نشاهد منافسه قويه بيناتهم. الاتحاد يعمل على تطوير المنافسه، وان شاء الله بامكانياتنا وقدراتنا رغم البسيطه قادرين نحقق طموحاتنا وآمالنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك كابتن عمرو احمد حامد المحلل الرياضي المعروف على وجودك معنا والحديث عن كثير من التفاصيل، اهمها لقاءات الوديه لفريق الهلال في ملعب الهلال في الجوهره الزرقاء امام فريقين الأشانتي كوتوكو، وكذلك مباراة اليوم ما بين الأشانتي كوتوكو وسيمبا التنزاني، والمباراة القادمة لفريق الهلال ضد فريق سيمبا التنزاني. وكذلك الشكر من قبلك للكابتن والأستاذ محمد طيب كبار الصحفي المريخي المعروف يتحدث عن تحضيرات المريخ ومباراته القادمة أمام فريق سان جورج ومباراته السابقة أمام فريق هلال بور السودان. والشكر كذلك للأستاذ حازم حمزة الذي كان معنا عبر خط الهاتف في هذه الحلقة سكرتير اتحاد هلال بور السودان، وتكلم عن تحضيرات هلال الساحل لمباراة جيتا جولد التنزاني على مستوى الكونفدرالية. وكذلك الشكر للكابتن محسن سيد المدرب العام للمنتخب الوطني في أول حديث بعد الوصول إلى الخرطوم عبر قناة البلد الفضائية، تحدث عن تحضيرات المنتخب الوطني الذي سيخرج للراحة قبل أن يعود للتحضير بمعسكر مغلق في برج الفاتح استعدادا لمقابلة المنتخب الجيبوتي في مباراة الرد والإياب. بالتوفيق لصغار صقور الجديان غدا الاثنين أمام فلسطين، وفرصة مواتية للترشح إن شاء الله للدور القادم لقاء الإمارات والجزائر، وبالتوفيق لصقور الجديان في الانتصار في المباراة القادمة وتحقيق انتصار آخر على جيبوتي والوصول إلى المرحلة القادمة، وكذلك أمنياتنا الخالصة القلبية لفريقي المريخ والهلال في تقديم الأفضل على مستوى أبطال أفريقيا، وكذلك أهل الخرطوم وهلال الساحل على مستوى الكونفدرالية في الفترة القادمة. وصلنا لختام هذه الحلقة من ضربة حرة في قناة البلد الفضائية، آملين دائما أن نقدم ما يرتقي لمستوى المشاهد الكريم، مع شكري الخالص والكبير للكاستر الموجود معي دائما في ضربة حرة. وحتى مواعيد قادمة نترككم في أمان الله، ونقول دائما لا تحلو الحياة إلا بالحب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.